احنا النهارده بقى في مكتب ابن سليمان، ده في الدور الارضي في البدروم اللي هو جنب الكافيتيريا على طول. هتلاقيه محل مكتب كبير قوي كده، برضو عارض شغل لبره وفي شغل جوه. تعالى هنبص على اللي جوه. يلا هتوريني ايه؟ بس ما شاء الله عنده حاجات كتير قوي. نبدا بالولادي. ماشي نبدا. مش ليه ما بسلمش الاول؟ والله قلت كده. عامل ايه؟ الحمد لله. انت ليه داخل كده على طول؟ شويه عروض سريعه كده. هو لسه فاترون فتحس ان هو سخن بس. حاجه زي كده. ده ولادي؟ تمام. ده من 4 ل 10 سنين. من 4 ل 10 سنين. من 4 ل 10 سنين. الملكون بتاعه هو شكله خطير. ده ميلتون قطن. ميلتون قطن. هو متبطن صح؟ ده ما بيوبرش. ده لو وبر هزل. انا بقول للزمان لو وبر ايه؟ استنى كده. هياخد. لو وبر من حد هياخده حتى بعد العرض. انا بقول للزمان عموما كلها اي ما فيش ميلتون ما بيوبرش، بس ده ميلتون قطن. ميلتون قطن ده من كام لكام قلت لي؟ دوت من 4 سنين و10 سنين. من 4 ل 10 بكام بقى؟ دوت ب 155 جنيه. 155 يا جماعه. ومتبطن. وريني كده البنطلون بتاعه. وبيقول لك ميلتون قطن ما بيوبرش. ده لو وبر انا اخده. وريني كده. بس برضو البنطلون افتحه كده وريني. تحفه الصراحه. من 4 لحد 10. 10 سنين. ماشي. 155. 155. ماشي. ده بناتي. ده ايه؟ قطعتين. ده قطعتين. ماشي. وريني كده. شكله حلو قوي ولونه خطير بصراحه. ايوه بقى. خش عليها في الحته اللي تحسها فرو. مش بص عامل ازاي. هو ده الشور يعني. هو دوت لازق فيه. وريني كده. امسكه كده. لكن هو يعني هو بنطلون يا جماعه. ما هو مش مفهوم. مش فاهمه. بس هو شكله حلو جديد بصراحه. خطير. بصوا انا هو من جوه معمول ايه. من جوه الاوضه العاديه. ده عامل كام بقى؟ ده عامل 150 جنيه. 150 جنيه من كام لكام؟ دوت من 4 سنين ل 8 سنين. من 4 سنين ل 8 سنين. بصراحة شكله هو شكله مختلف بصراحة. مش فاهمة له. ايوه بنطلون ولا شورت؟ مش فاهمة له الصراحة. برضه زي كده قطيفة بناتي. قطيفة؟ وريني كده شكلها. انتوا عندكم حاجات غريبة هنا. شورت وبنطلون هو شكله خطير الصراحة. يا خلاص. من سنة لأربع سنين. من سنة لكام؟ بص عاملة ازاي. حلوة قوي. يا ب 12 ليه؟ استنى. ايوه باينه. ايه ده؟ نورت ولا لا؟ ايوه في العينين نورت. ايوه بتنور. بس ايوه باينه. لا باينه. هي دي جامده. يا لهوي. ده عندكم تكنولوجيا رهيبه. من كام لكام قلت لي؟ دي من سنه لاربع سنين. ده عامله كام بقى سنه بالعين اللي بتنور دي؟ ما قلتليش. 140. ده حق العين والله العظيم. ايه ده؟ بس حاجه اولادي زي كده. ده ولادي. ماشي. ده سن برضو سنتين وسنه وثلاثه اربعه كده. وريني كده من بعيد. بصوا ده وده البنطلون. ده ايه بقى؟ دوت ب 120 جنيه. 120 جنيه يا جماعه الطقم كله. والله العظيم بتاع لوحده ممكن يبقى عامل 100 جنيه اساسا. والله الحاجات دي فعلا بقى. ايوه هتلاقي ده عامل 100 جنيه. فالاثنين دول عاملين ممكن يعني لو انت حتى لو راح النادي ولا بتاع اي هينفع. ده قلت لي ب 120. ده من كام لكام؟ سنه 2 3. اخره 3 يعني. اخره 4 سنين. ده برده 120. 120 جنيه. حلو قوي. ده كل يا جماعه اللي هيطلعه ده ب 120. هي دي في منه الوان. دي كل دي الوان. الرمادي والبطيخي وجنزاري. وده ابيض. كل ده كده ب 120 جنيه. 120. ده من هو مكتوب 8 10 12. دوت مقاسات كبيره بقى بتاعته. بص ده 2 4 6. ايوه اللي موجودين دول 2 4 6. ده 8. ده هو الصغير. ده الكبير بتاعه. افتح كده. بس لونه خطير بصراحه. الكبير بتاعه برده ب 120 جنيه. ما بتزودوش يعني. دول عامل 120. ماشي. ومتبطن برده. استنى كده. بصوا متبطن اهو. وده اهو برده من 8 سنين ل 12 سنه. ده عامل 120 برده. وريني عندك ايه تاني؟ دي دريس؟ ماشي. ده عامل كام بقى؟ سنتين لثمان سنين. سنتين لثمان سنين. ده في منه الوان؟
في منه ايه بقى غير اللون ده؟ سيمون واحمر وده. بص ده متبطن اساسا برضو من جوه فارجين كده. بص شياكة اناقة يا ده انا فاكراها في الصورة بس. بص دي كمان والحزام ودول يعني يعتبر ثلاث قطع. ثلاث قطع ب 150. قلت لي من سن كام لكم؟ من سنتين لخمس سنين. من سنتين لثمان سنين. من سنتين لثمان سنين وب 150 وثلاث قطع. في منه السيمون والاحمر. سيمون واحمر واللي هو اللون البيبي بلو ده اللي احنا شفناه. ده الاحمر هو والسيمون. هو كده هو ما نزلش غير الثلاث الوان دول ولا انت؟ ثلاث الوان بس. تمام ماشي. ده ولادي؟ اولادي. تمام ماشي. من سن سنتين برضه لثمان سنين. من سنتين لثمان سنين. في واحدة كمان اطلع كده. من سنتين لثمان سنين صح؟ من سنتين لثمان سنين. ومتبطنة برضه. متبطنة برضه من جوه حتى مش من جوه. بصوا اهو. ده ايه بقى؟ ده ب 150. ظروفه ايه؟ 150؟ 150 جنيه. هو دي هي دي الاسعار ولا انت بتصفي؟ اقسم بالله والله العظيم ده البنطلون لوحده انا ممكن الاقيه بره ب 100 او 100 وي في العتبه بره. ايوه انا سالت عشان كده بقول لك. بص الجينز ده كده مثلا ده طقم خروج اولادي. بص السويتش هو انا حاسه تقيل صح؟ تقيل جدا. وبص هو في حركه كده برده من تحت تحس ان انا لابس. وريني كده اهو ده قطعتين السويشيرت والبنطلون. ده بنطلون جينز فاكراه ترنج. بصي البنطلون ده اسعاري بقى. انت هتجيبي مثلا ده لابنك يعني ممكن اجيب مثلا البنطلون 180 السويشيرت برده 100 120. ابهرني بقى قولي بكام الاثنين؟ 165. الاثنين ب 165؟ مقاساته من كام لكام بقى؟ ب 165. 165 يا جماعه 165. والله جامد قوي. ده عامل كام بقى؟ قصدي من سن كام لكام؟ انا من السعر حاسه ان انا ما سمعتوش كويس. سنتين ل 10 سنين. من سنتين ل 10 سنين؟ من السنتين لحد 10 سنين ب 165؟ 165 بنفس السعر يعني حتى مش المقاس الكبير بسعر بتزود عليه. انا برضو حاسه ان السعر فاهم اللي هو مش مستوعباه لسه. ده ايه بقى؟ ده ثلاث قطع برضو. ده ولادي بس ده من 2 ل 8. من 2 سنتين ل 8 سنين. الحمد لله بقيت شاطره في السنين. بص ده برضو ده جاكيت كده. طبعا الجاكيت تقدري يا جماعه اللي هي القطع دي تقدري تلبسيها على 1000 حاجه يعني. جاكيت اصلا على والتيشيرتات برضو والبناطيل يعني. ادي اول قطعه. عد معانا تاني قطعه. ده التيشيرت دوت بنص. وريني ثلاث قطع. وده البنطلون. يا خلاصي ده من سنتين لثمان سنين. شعري هسيبك شعري تاني. قول مثلا 250 ل 300. لا هنقول 175. الثلاث قطع 175؟ 175 جماعة. ابن سليمان بيضحك ويضحي. هو احمد سليمان صاحب المحل مش هنا فاحنا انا كان نفسي اكسبه بس مش نافع. مش قادر. يا خلاصي. هو ده ايه؟ هو ده 8 سنين بس. ده ولادي ولا بني؟ بس والله يعني يمشي برضو بناتي عشان في هو 3 قطع. 3 قطع. ده 8 سنين. 8 سنين. ده في منه من سنتين ل 8 سنين. من سنتين ل 8 سنين. بصراحه خطير. 175. ما بيزيدش برضو. انا هنفضل في الحد الادنى بتاعنا 175 165. بص بقى ده شويه عروض هو جايبهم يعني كده. ده سويشيرت من سنتين لثمان سنين برضه صح؟ بقول لك العروض دي اقسم صاحب المحل هيزعلني. قول لي بقى عامل كام بسرعه عشان شكله خطير. بطن جوه بره مش الفرو اللي هو لا لا امسكه كده تاني عشان شكله تحفه. شكله تحفه. ده عامل كام بقى؟ ده عامل 100 جنيه. 100 جنيه؟ 100 جنيه. يا رب صاحب المحل ما يشوفش يشوفش الفيديو. سيب المؤاخذة. عملته بكام ده؟ عملته بكام؟ 100 جنيه يا جماعة. السوي شيرت ده خطير بجد. شكله تحفة. طقم بناتي من 6 ل 12 خريفي. ده خريفي. ماشي. ده مش تقيل تقول بصراحة. ماشي. ده خريفي. هو فعلا فعلا خفيف. بصي برضو في القطه اللي بتنور. ايوه بصوا عينيها. والبنطلون كده فيه حته الشفتشي طبعا بتاعتنا بتاعت كل فيديو.
دي ايه؟ ده عامل كام بقى؟ ده عامل 100 جنيه. الطقم عامل 100 جنيه؟ الطقم ده عامل 100 جنيه. لا ده انت خارب الدنيا. والله العظيم، ربنا يسامحنا بقى. والله خارب الدنيا. ده بقى بمناسبة الكريسماس صح؟ هو جايبين يعتبر معظم الحاجة اللي بنعرضها حمرا كانوا بيحتفلوا. ده بس ده كبير شوية صح؟ ايه؟ ده كبير شوية. اه دوت معايا 10 سنين. 10 سنين، عامل كام بقى؟ 115. 115 طبعا لازم ال 15 عشان بابا نويل يعني. الراجل صارف ومكلم. ماشي 115 يا جماعة، وده 10 سنين. ده ايه ده؟ ده سوي شيرت بناتي من سنتين ل 10 سنين وبرده بيبقى مكتوب هنا. ماشي افتحي كده وريني يلا. يا خلاص يا على الحلاوة والقمر. ايه ده؟ لا لا استنى كده استنى، اساسا بصوا ده ايه بقى الدلع اللي انتم مدلعينه ده؟ استنى كده من بعيد. مقاس سنتين، عامل كام بقى؟ 75 جنيه. 75 جنيه؟ ده والله ما يجيش حق التطريز ده، انا بحب قوي بقى نفضل نعمل كده ونعمل كده. ايوه وافضل اعمل كده، بس بصراحه خطير. وريني كده متبطن من جوه صح؟ متبطن الوبره اللي هي الداخليه اللي جوه. ايوه بصوا 75 جنيه؟ 75 جنيه. مش مصدقه الصراحه. الوبر هيرجع لي. انا يرجع له. ده ما بيتكلم بسكه كده يبقى اكيد ما فيش حاجه، ما فيش مشكله. دي سلوبيتا بقى، خلاص انا عارف سلوبيتا فار برد. ده من ايه؟ السنه من 6 شهور لسنتين. يا خلاصي دي ما دي اكبر حاجه صح؟ دي اكبر حاجه فيها، دي اكيد اكبر حاجه اللي هي السنتين. وبرده ليها الكبشو بتاعه برده. بصوا الديناصور ده بيطلعي ابنك بقى. دي عامله كام؟ دي عامله 115. 115 والله جامده، والله ده لعبنك ده فيه ب 115. بصي يعني الفرو بتاعها والشيء. اه مش اللي هو وشه. ايوه ايوه دي سكارف بالايس كاب بتاعه. الايس كاب بتاعها وريني. ده في منه الوان عشان انا بحب. في بقى منه الوان ايه؟ اسود ورمادي. اسود وبينك ورمادي واحمر. اهم حاجه اللون الاحمر، هم هنا بيتميزوا باللون الاحمر. يا يا جماعه بصوا ايه ده، هي بالسنين كمان؟ ده انتوا في تطور عندكم والله العظيم. انا طول عمري في ان هي من سنتين لثلاثه. من سنتين لثلاثه، انا طول عمري في ان دوت عشان ما يبقاش طويل على البنوته. ايوه لا لا اهم حاجه التفاصيل يا جماعه، التفاصيل. ماشي ده بيعمل كام؟ 75 جنيه. 75 جنيه يا جماعه، وبيهتموا بالسنين كمان. اه والله بصوا هما كمان عندهم رجالي، انتوا عندكم اطفالي وحريمي ورجالي. بصوا ده الحريم اهوت، برده عندهم السلوبتات دي. قولي دي كام كده؟ 250. وبرده عندهم رجالي. واحنا هنبص دلوقتي على الرجالي. اغلى حاجه ميلتون في المحل حريمي، اغلى حاجه ميلتون ب 200 جنيه. اغلى حاجه ميلتون ب 200 جنيه. ميلتون عندي الحريمي ب 250 جنيه. بص لا انا عاجبك. طب ودي عامله كام؟ دي عامله 200. بس دي دي في بيك سايز. ايوه في ده 4 اكس و5 اكس. لا دي خطيره صح. دي 9 الوان؟ 9 الوان. جبت من التسعه وتعرف ان هم 7 بجد. طب البيجامه السوداء اللي فوق دي؟ دي ب 200 جنيه. 200 جنيه؟ والفيكتوريا سيكريت موجوده برضه. فين؟ البيج سايز بتاعت الفيكتوريا ب 230 جنيه. 230 ولا مش البيج سايز؟ العاديه الصغيره ب 200 جنيه. فرق 30 جنيه بس يعني؟ جامده قوي الصراحه. طب قول لي كده الترنج ده عامل كام؟ ده عامل 200. وده؟ 180. هتورينا حاجه يا رجالي؟ لازم. ايوه ريم. لازم نوري حاجه من شغل احمد سليمان عشان لو ما عملناش. ايوه بصوا عندهم مش كل ده رجالي صح؟ كل ده كده رجالي ما شاء الله. كل ده كده رجالي، مصنع ابن سليمان. مصنع ابن سليمان. اه لا ده هو مصنعك، يبقى تفرجني وتوريني في حاجه زي كده. بصوا ده 3 قطع الفيست، هو ده يعتبر ما شاء انا صح؟ الجاكيت ده اصلا. ايوه الفيست الاسود دوت. ايوه وبعدين ممكن تاخديه تخرجي بيه انت برضه يعني. بصوا يا جماعه الفيست. طب والله انا كنت عايزه اشتري، ما ينفعش تدوني الفيست لوحده واقول لهم الفيست ناقص؟ الفيست ده انت ممكن تاخديه من جوزك تنزلي بيه. ايوه لسه بقول والله بدور عليه. بصوا يا جماعه لا بص الفيست اهو، ده من مصنع ابن سليمان شخصيا. وده كده برده السوي شيرت بتاعه. هو ده هو ده في منه الوان؟ في منه الوان. بصوا ايوه وريني كده. ده مقاساته من اكس لارج ل 5 اكس. من اكس ل 5 اكس يعني بيلبس لغايه 130 كيلو. 130 كيلو ده بده عامل كام بقى؟ اهم حاجه السعر. 420. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ ولا هو عشان مصنعك فبتضحي؟ ربنا يسامحنا بقى.
ولا بتضحي يا جماعه؟ ده من قلت لي من كام، من ايه، من اكس لحد 5 اكس الوانه اهي. ومن من اكس لحد 5 اكس نفس السعر؟ نفس السعر، مفيش اي زياده. قلت لي كام السعر بس؟ 420 420 جنيه يا جماعه، 420. بصوا ده برضو، دي الوانه، ده الكحلي بقى بتاعه، ده الكحلي، بس الرمادي خطير بصراحه. الرمادي جامد قوي، الاسود في اسود جامد قوي. فين وريني كده، الاسود في اسود، ده الاسود في اسود يا جماعه خطير. منه كميات كبيره جدا اهو، ما شاء الله. كل ده رجالي من مصنعكم صح؟ اه، وحتى بصوا مكتوب عليه ابن سليمان، خطير بجد. وريني كده، ايوه هما مدلعين الرجاله. ده اسود في اسود برضه، عامل كام؟ دوت عامل 225 200 بس، من اللارج لحد 3 اكس. من اللارج ل 3 اكس. ايوه برضو احنا هنفتح الرمادي بس عشان يبقى واضح وباين. اه، في منه كحلي، بيج وكحلي واسود، والرمادي اللي احنا هنفتحه ده. طب هو ده اللي انت فاتحه ده مقاس ايه؟ دوت 3 اكس. ده 3 اكس يا جماعه، بس بصوا بيلبس. انا ايوه يعني يلبس، بيلبس ده، هيبقى ملبس معاك مرتاح. تمام، خطير بصراحة. ده عامل كام بقى؟ 225. 225 من برضه من اوله لحد لحد 5 اكس؟ 3 اكس بنفس السعر. 225. لا وريني البنطلون. وريني البنطلون. بحب اقول لك ان السويت بانس ده انا واخده من المصنع، بخرج بيه اقسم بالله. ايوه، ما هي الحاجات دي بتخرج بيه جامد قوي الصراحة، وكان ممكن احنا برضه ناخده نخرج بيه عادي. ده يا جماعه ب 225، 225. بصوا بقى ده برضو عنده حريمي، احنا شفنا الرجال، نشوف بقى شويه حريمي ده عامل كام. هو الحاجات دي طالعه اصلا ترندي قوي يا جماعه، انا شفتها كل السنه دي خرب الدنيا. ايوه انا بشوفهم على النت. ده عامل كام؟ ده عامل 165. 165، واللي جنبه ده ابو حزام 155. الاسعار دي والله الناس كلها. الحاجات دي في منها الوان؟ الحاجات دي في منها الوان طبعا. طب والميكي دي؟ الميكي دي ب 175. واللف، اللف دي ب 160. كل اللي انا بقول لك عليه دوت، في حاجه زي كده في منه الوان، ده خرب الدنيا. انا شفت الحاجات دي كلها، الحزامه دي اصلا لسه طالعه. ده عامل كام بقى؟ 150 جنيه. هي ده مصنعكم برده؟ ده مصنعه. 150 جنيه. 150 جنيه الملتون عندكم عامل 150؟ ونوبر يرجع لي. ايوه بقى، ايوه بقى، خليك كده. ايوه ما توريني كده اللي بنقرش فوق ابيض في اسود ده. لا لا، هناك كده، هناك كده في ابيض واسود. اه، في حاجة كده لفتت انتباهي، ابيض في اسود. ده ثلاث قطع، ثلاث قطع. ده عندي خروج حريمي. ده من بس من كام لكام؟ دوت من 55 كيلو لغاية 120. من 55 لحد 120. ده بس ده واسع يعني، ما شاء الله. مثلا ده يلبس لغاية 75 كيلو. 75 كيلو. قول لي بس ده عامل كام بس الأول؟ عشان شكله خطير. البنطلون ممكن نلبس، البنطلون ممكن لوحده عشان بس ده مبدئيا، والجاكيت لوحده، واللي تيشرت برضه لوحده، يعني ممكن تلبس تحفه. لا وتقيل، ثانيه واحده، مش ال اديني هاي بس قول لي سعري، سعري هسيب لك الفرصه. هو يعني ممكن يبقى عامل مثلا 250 300. لما تيجي نقول 170 جنيه. لا انت كده صاحب المكتب بقى. 170 جنيه الثلاث قطع دول ب 170 جنيه. 170 جنيه يا جماعه، لا بيهزر اكيد. تخيلي ان ترينج ثلاث قطع زي ده، ثلاث قطع انا مش مصدقه اساسا. 170 جنيه. 170 جنيه يا جماعه الثلاث قطع. في شغل خريفي كتير جدا موجود، بس ده في منه كميات، ده في منه كميات كبيره جدا. طب في بقى في واحد بورد كده برده جنبه هناك كده، ده قطيفه. اه وريهوش، ربنا سامحني احنا سنين على اللي انا عامله. انا هو بقى يا ريتني كنت صحيت بدري وجيت. ده قطيفه برضو، بس ده بيك سايز. بيك سايز بس هو، لا دي صوره بيك سايز بس هو مش بيك سايز. انا هوريك الديزاين بتاعه. وريني كده هو ستايله، يا حلاوه بس جامد قوي وناعم. هو ده ممكن يلبس مثلا قد ايه؟ ده بالكتير 85 كيلو. 85 بس ده في منه الوان؟ في منه الوان كتير، في منه اسود كشمير نبيتي، اسود كشمير خطير. وريني كده بس البنطلون، وريني كده مقاسه هيبقى عامل ازاي. البنطلون بقى تلبسه اوفر سايز. اه ده بصوا، يعني استنى كده من بعيد. ايوه بصوا كده من بعيد، هو البنطلون اساسا عشان هو مش بص نازل على واسع كده. ده عامل كام؟ 190 جنيه. بتهزر وقطيفه؟ اقسم بالله يا بلاش. في حاجه زي كده، ده لونه خطير، ده قطيفه برضو. بيك سايز. ده عامل كام بقى؟ دوت عامل 220.
ده للبيج سايز. ده عامل 220؟ اه ده اللي عايز. اه ده بيج سايز. لا عايز اقول لك ان البيج سايز دلوقتي بقى احنا بنلبسه اوفر سايز عادي. اه ده الطبيعي. اه بس خطير. ده عامل كام بقى؟ 220 جنيه يا جماعه. برده في منه الوان. لا هو هنا تيجوا بسرعه عشان قبل ما صاحب المكتب يصحى يلحق ويشوف الفيديو ده. بيلبس معاك لغايه 120 كيلو. بصوا 120 كيلو يا جماعه وقطيفه وخطير. في منه الوان. في منه اربع او خمس الوان. اربع او خمس الوان. بصوا احنا كده يعتبر يعني خلاص خلصنا. بس هو طبعا هو لسه عنده كوليكشن كبير قوي وعنده حاجات ب 100. عندك حاجات ب 100 هناك بره صح؟ في اطفال كتير جدا ب 100. عروض كتير. عنده عروض ب 100 جنيه بره المكتب وخريفي وعنده برده اللي هي الفرو وعنده حريمي ورجالي وجنس وفي جلد وفي اطفالي. في حاجات كتير قوي. شكرا جدا ليك والله ده نورك. وهحط لهم بقى لينك التليجرام ورقم التليفون. واي حد كمان ممكن يجي عن طريق الفيديو ده هعمل له خصم 10 جنيه عن سعر التليجرام. يا ابني كفايه بقى. يلا يا ابني كفايه بقى. يعني مش عارف ربنا يسامحني على ماشي. شكرا جدا ليك وعسى